بس في سؤال عامل مشكلة، فأنا هجاوب عليه بسرعة وندخل للإتابس تاني. السؤال أو العنوان هنقول Building Codes. احنا طبعا اخترنا في الأول الايه اللي اخترنا كود يعني، وعندنا الكود المصري وكده، فالواحد عنده خلفية وكده. الكود عبارة عن ايه؟ الكود عبارة عن ايه؟ هو ممكن عبارة عن قانون، زي كتب القانون كده، المادة الأولى، المادة الثانية، أو البند الأول، البند الثاني، البند الثالث كده، أو لوائح. طيب القانون ده إيه الهدف منه؟ بيحدد الحد الأدنى، يعني اللي موجود في القوانين دي الحد الأدنى. الحد الأدنى ليه؟ يبقى الحفاظ على الأرواح والممتلكات. يعني أنا حطيت حد أدنى لكل شيء عشان أحافظ على الناس وحافظ على المنشآت. زي ما قلت أنا قبل كده، أنت بتصمم عمود، أو مثلا عندك كاميرات، مثلا عندك كاميرا وجبت الشير فورس دياجرام وجيت تحسب الكانات، لقيت محتاج ما بين الكانة والكانة نص متر. الحسابات مطلعة كده، فأقوم أنفذ نص متر؟ قال لي لا، ده في حد أدنى. إيه هو الحد الأدنى؟ قال لي مثلا المسافة ما بين الكانة والكانة ما تزيدش عن 200 ملي. ليه؟ في سبب. قالوا بقى السبب ما قالوهوش، دي قصة تانية، أنا محتاج أعرف السبب، أدور عن السبب. رجعت وأنا بحسب، قلت هاخد فاي 6 ملي متر، هعمل الكنات قطرها إيه 6 ملي. قالوا لي لا، ده في حد أدنى مثلا فاي 8 ملي. بصيت أنا في القطاع بتاع الكاميرا، لقيت القطاع متر مثلا 1000 ملي، فقمت عامل الكنة كده، قلت خلاص أنا هاخد كنات فاي 8 5 في المتر، بس ده شكل الكان. قالوا لي لا، ده المسافة بين الفرع والفرع ما تزيدش عن 250 ملي. برضو كأنه بيعطيني اشتراطات لازم التزم بيها، فبدأت أحط إيه؟ أحط فروع. فمش بمزاجي، لا، ده في قانون بيحكمني. في قانون إيه؟ قانون بيحكمني، لازم يكون معايا نسخة منه. لو أنا شغال في أي مكان والمكان ده اعتمد كود من الكودات، وليكن أنا في مصر، يبقى أنا ملتزم بالكود المصري، يبقى لازم يبقى عندي نسخة وافتحها وأقراها وحقق اللي موجود جواها، وإلا اللي بيراجع ورايا هيقول لي غلط ويرجعني مرة واثنين وثلاثة، وكل مرة صلح. لما بتيجي تعمل رسومات، لوحات، بتلاقي مكتوب في الملاحظات كده مع مراعاة متطلبات الايه الكود المصري، ومش قادر يقول كل حاجة، بس قال لك ايه، هكتب جملة اكتف بيها الطرف الثاني، يقول له كل ما جاء في الكود المصري مفروض عليك. معناها بقول للمنفذ، اذا انا نسيت حاجة او عملت حاجة مش مطابقة للكود، انت مفروض عليك ترجع وتصلحها وتعملها طبقا لايه، طبقا للايه، للكود. طيب فخلاص، فاحنا كبلد قلنا طب ما نعمل لنفسنا كود. فانا عندي اكثر من اسلوب. نمره واحد، ان انا ايه، تو رايت، ان انا اكتب لنفسي كود. انا كبلد اعمل لنفسي كود، بس ده مش سهل، ده شيء كومبلكس. ليه؟ محتاج تجارب واختبارات وابحاث وفلوس وكده، فالعمليه صعبه. فده الاحتمال الاول، ان انا اكتب لنفسي كود. نمره اتنين، تو ادوبت. كان سالنا سؤال مره قبل كده، ادابت وادوبت. ادوبت ان انت تتبنى كود، بس تتبناه كما هو. كما هو يعني ايه؟ كما هو متغيرش اي حاجه، تاخده
تنفذه بالملي بحذافيره، تلعبش في اي بند ولا تغير اي حاجه. فادوبت معناها انه يتبنى شيء بدون اللعب فيه، بدون التغيير، وزود تشنجز، لا مش اي تعديلات. الاحتمال الثالث تو ادابت، ان انت تتبنى كود بس ممكن تغير فيه بعض الايه الاشياء، تغير مثلا معادله، تغير فاكتور زي الموديفايرز مثلا. لو احنا تبنينا الكود الامريكي بس جينا على الموديفاير اللي هو 35 خلينا كام، خلينا نص مثلا، اقول لك والله انا هاخد الكود الامريكي زي ما هو ما عدا البند الفلاني خليه كذا، البند العلاني خليه كذا. طيب في هيئات بدات تشتغل في الموضوع دوت، قالت طب ما حاجه كويسه، في ناس مش قادره او مستصعبه انها تعمل لنفسها كود، ففي هيئات بدات تعمل ايه حاجه اسمها موديل كودز. هيئات، ناس، شركات، احنا كده مجموعه قلنا تعالى نعمل كود ونبيعه او ناجره او نعمل خدمات استشاريه مثلا. فبدا في هيئات تعمل ما يعرف بالموديل كودز، تعمل موديلز، نماذج. فتعمل في امريكا ثلاث نماذج اللي هو اليو بي سي والبي بي سي والاس بي سي. طبعا البي والسي التانيين دول، البي التانيه اللي هي بيلدينج، والسي التالتة اللي هي الكود، باقي بقى يو اللي هي ايه؟ يونيفورم، وبي اللي هو بيزك، واس اللي هي ستاندرد. عملوا ثلاثة موديلز وقالوا والله، عملوا اعلانات وقالوا والله احنا عندنا نماذج، اللي عاوز يشتري يتفضل. انت بتروح بتتفرج، فلقيت ان اليو بي سي ده مناسب لك فدفعت واشتريت، وانت بتستخدمه لقيت فيه مشاكل فبتتصل بالتليفون، انا عندي مشكله، قالوا لك والله السؤال هنجاوب عليه ب100 دولار. فهم بياخدوا التمويل من المبيعات ومن الخدمات الايه الاستشاريه. طيب بعد كده قالوا ايه، طب ما هم بدل ما يبقوا ثلاث نماذج اللي هو اليو بي سي والبي بي سي و الاس بي سي، قاموا جمعينهم التلاتة في نموذج واحد، في موديل واحد اللي هو الاي بي سي. الاي بي سي ده اللي هو الانترناشنال بيلدينج كود، لكن ده بقى اكتر واحد دلوقتي عالمي. في حاجه اسمها اي سي اي، اي سي اي ده معهد للخرسانه، امريكان كونكريت انستيتيوت. المعهد ده نفسه قام عمل كود سماه الاي سي اي كود. الاي سي اي كود ده الاي بي سي راجع ليه في اماكن، يعني لما تدخل في الاي بي سي وبدا يتكلم عن الخرسانه يوم قايل لك ايه عنوان كده شابتر كذا كونكريت، يوم قايل لك ارجع للاي سي اي خد كل المعلومات اللي في الاي سي اي اللي خاصه بالخرسانه ما عدا، وقام ايه حاطط سطرين ثلاثه كده ما عدا السطر الفلاني غيروا الكذا، السطر الفلاني كانه ريفرنس لمين؟ من الريفرنس اللي بيرجع عليها مين؟ اللي بيرجع عليها الايه؟ الاي بي سي وكده. ده موجود، كل ده موجود في امريكا، الثلاثه دول بعدين اتجمعوا في الاي بي سي، واوريدي موجود الاي سي اي، وممكن تلاقي مجموعه من الولايات بتاخد الاي بي سي، مجموعه ثانيه شغاله بالاي سي اي. الدول العربيه مثلا هتلاقيها في طبعا الانجليزي برضو اللي هو البريتش ستاندرد، ده الكود الانجليزي بريتش ستاندرد. بعد شويه الدول اللي هي الاتحاد الاوروبي قال لك طيب ما احنا طالما عملنا اتحاد وفي عمله يعني عمله واحده، قاموا عاملين برضو يورو كود. يورو ايه؟ عملوا كود اسمه اليورو كود، يورو كود رقم 2. ده بقى الاتحاد الاوروبي بقى كود موحد. في كود الماني مثلا اسمه الدن، في وهكذا. يعني هتلاقي مثلا انت حر، الدول العربيه مثلا ما عملتش كودات لنفسها، ارتضت لنفسها. يعني مثلا
في الدول الخليج هتلاقي مثلا بعضها شغال اي سي اي، ودلوقتي ممكن تلاقي يقول لك ايه اي سي اي على اي بي سي، يعني بيديك الحريه. لو انت تشتغل اي سي اي ماشي، تشتغل اي بي سي ماشي. بعضهم شغال بالبريتش، بعضهم بدا يشتغل باليورو كود، انت حر. بس المكان اللي انت تروحه او تشتغل فيه اسال ايه الكودات المعتمده، تجيب نسخه من الكود، تقرا الكود، تعرف ايه الحدود، ايه الاشتراطات، ايه التدابير والاحتياطات اللي جواه، وتلتزم ايه وتلتزم بيها. فانا دلوقتي بحل مساله بالايتابس، مش فارق معايا انا اخد اي اختيار، لكن بس انا حبيت اوضح ايه فكره الايه الموضوع وكده، عشان برضو على الاقل يبقى المسميات معروفه بالنسبه لك. بالنسبه لليو بي سي مثلا، اليو بي سي كان في 1994 فيرجن، بعدين اتعدلت في 1997. اليو بي سي ده كان مشهور فيه شابتر 16، والشابتر دوت كان عن الزلازل، ويمكن كل الدنيا كلها كانت تشتغل الزلازل من شابتر 16 من اليو بي سي. بس طبعا حصل تحول من 94 ل 97، من 94 ل 97. في 94 كان بيحسب البيس شير من معادله طويله كده فيها يجي 5-6 عناصر، زد في الاي في السي في الكي في الدبليو، مش عارف حاجات كده، بس كان شغال ووركينج. كان شغال ايه ووركينج. جا اليو بي سي 97 غير المعادله، بقت المعادله اللي هي الدبليو في السي في في الاي على التي في الار، المعادله اتغيرت لكن اصبحت ايه التيميت، اصبحت ايه اصبحت التيميت. يبقى الفرق في التحول من ووركينج الالتيميت، والمعادله ايه والمعادله ايه اتغيرت. فطبعا كل حاجه بيحصل فيها تطور مع الوقت وكده، والكود المصري ممكن تلاقيه بقى ايه واخد شويه من الانجليزي، واخد شويه من الامريكي، واخد شويه من اليو بي سي. ليه؟ لان الكود ليه لجنه اسمها لجنه الكود، وفي اللجنه بيطلبوا من كل شخص يقوم بدور. واحد هيعمل شابتر عن البريستريز، واحد هيعمل شابتر عن تصميم القطاعات، واحد هيعمل شابتر مثلا عن الاعمده. فكل واحد على حسب ايه كان بيدرس فين، فممكن تلاقي في كل مكان جزء من كل كود، يعني تلاقيه خليط. يعني في النهايه الحاجات دي اتجمعت وطلعت في شكل الايه شكل الايه الكود المصري. واضح؟ نرجع بقى تاني لايه للمساله. احنا طبعا خلصنا الجزء بتاع ال باقي جزء الاعمده بقى، لان الفريمز عباره عن كاميرات واعمده، دي اللي موجوده في المساله. فانا هرجع تاني للديفاين للفريم سيكشن، ونفس الكلام هكتب حرف السي. حرف السي هيجيب لي الكلمات اللي اولها ايه، طيب وعربي ولا ايه. حرف السي فطلع لي كلمتين، كونكريت بيم وتحتها كونكريت ايه كلام. فانا هختار كونكريت كلام، لان انا دلوقتي بصدد ان انا اعمل الايه اللاينز الرئيسيه اللي هي مين الى الاعمده. وبعدين بروح بقول اد واختار ايه ريكتانجولر. طبعا احنا العمود مربع، لكن كلمه ريكتانجولر تمشي مع المربع وتمشي مع الايه تمشي مع المستطيل. طبعا انا هغير الاسم فوق، فهكتب سي او ال، واحنا كنا واخدين العمود كام 700 في كام 700 في 700. بس العنوان او النيم لازم يكون مرتبط بالايه بالشيء عشان ما تنساش، لان مع الوقت ممكن يبقى عندك قطاعات كتيره جدا، فعشان ما تتلخبطش يبقى ايه دايما علم القطاع باسمه كده. طبعا انا هختار الايه الماتيريال اللي هي الاف سي يو 40، وبعد كده اختار اللي هو 7/10 في 7/10، وبعد كده هطلع انزل تحت للرينفورسمنت. في الرينفورسمنت بقى مش هضغط على بيمز، لا هيبقى زي ما انا على مين على كلام. انزل بقى للسؤال الثاني، بيقول لي ايه بقى القطاع نفسه ريكتانجولر ولا سيركولر، يعني قطاع العمود ده ريكتانجولر ولا سيركولر.
طبعا هو ريكتانجولار، هو طبعا سكوير، فتمشي مع الايه، مع الريكتانجولار. فانا اخترت ايه؟ ريكتانجولار. السؤال اللي بعديه، العمود ده بقى طايد ولا سبايرال؟ كانت منفصله ولا الكانه حلزونيه متصله؟ فالكانه هتبقى ايه؟ هتبقى طايد، طايز يعني كانت منفصله، فبيبقى من النوع اللي هو الايه، طايد يعني. خلاص يبقى الاجابه مظبوطه. بعد كده هو بيسالني عن التسليح، بيسالني عن الايه، عن التسليح. هل انت دلوقتي تقدر تقترح عليا سي 10 في 16 او 20 في 20؟ لو انا اديته الحديد دلوقتي، يبقى هو مطلوب منه يعمل ايه؟ يعمل تشيك، صح؟ يبقى لو انا اديته الحديد يبقى هو مطلوب منه يعمل تشيك. طب لو انا ما اديتوش الحديد يبقى يعمل ايه؟ يعمل ديزاين. طيب هو حاطط قيم للحديد، حاطط قيم ديفولت عنده، انا مش هشغل بالي بيها، لانه هو تحت خالص كتب تشيك على ديزاين، وكتب مختار هو ايه، رينفورسمنت تو بي ايه، ديزايند، يعني هو اللي هيحسب الحديد. يبقى الحديد اللي فوق ده ملوش قيمه، لانه مش هيدخل في الاعتبار، لان انا بقول له اعمل ديزاين. لكن كان امتى اركز واغير قيم الحديد دي؟ لو انا عاوز يعمل ايه، لو انا عاوز اعمل تشيك، فانا هسيب كل حاجه زي ما هي، لكن الاختيار بتاعي تحت هيبقى ايه، تو بي ايه، تو بي ديزايند. اخر حاجه بقى ان احنا نعمل ايه، ست ايه، ست ايه موديفايرز، ان احنا نغير مين، نغير الموديفايرز اللي هي الايه، اللي هي الستيفنس موديفيكيشنز فاكتورز. فانا اروح للموديفايرز، لكن الارقام هي نفس الاماكن، لكن هتبقى كام بقى في الحاله ديت؟ هتبقى 7/10. ليه؟ لانه عمود بقى. لكن في البيمز كانت كام؟ 35%، لكن في الاعمده ايه، 7/10. طيب بعد كده اوكي كده انا خلصت مين، خلصت الايه، الاعمده، خلصت الاعمده، خلاص خلصت الايه، الاعمده. باقي مين بقى؟ يبقى انا دلوقتي المساله عندي، او الاتابس والسيف، الاتابس على السيف جواهم حاجه اسمها اوبجكت. اوبجكت يعني شيء، شيء يعني ايه، شكل هندسي يعني. جوه الاتابس والسيف في لاين اوبجكت، وفي اتنين اريا اوبجكت. مفيش فوليوم، مفيش فوليوم. ده معناه ايه؟ معناه ان اي مساله، اي منشا، لازم في النهايه هيبقى مجموعه خطوط وسطوح، مجموعه خطوط وايه، وسطوح، اي منشا. طيب انا في المثال اللاين كان عندي حاجتين، البيم والكولمز، ده خلص، عرفت ان اقطاع الكاميرا 30 في 70، وقطاع العمود 70 في 70. باقي ايه؟ الاريا. ايه انواع المساحات اللي موجوده في المساله؟ عندي السلاب او الفلور، وعندي ايه، ايه تاني، الوولز. يبقى انا محتاج اعمل ديفاين للبلاطات، واعمل ديفاين لمين، للحوائط. ايه الفرق؟ هما حاجه واحده، ده اريا وده اريا، بس ايه الفرق؟ ده اريا وده اريا، ده هوريزونتال وده ايه، ده الفرق، ان ده هوريزونتال وده ايه، فيرتيكال. فانا دلوقتي الدور على ان انا ابدا اعمل ديفاين للايه، ديفاين للبلاطه. فاروح هلاقي الامر اللي بعديه على طول، وول على سلاب على ديك سيكشنز، يعني جايب كل ما هو اريا،
كل ما هو ايه؟ كل ما هو اريا. فانا مثلا ابتدي بالايه؟ بالسلاب، هقف على سلاب واقول له ايه؟ موديفاي، لان هو عامل اصلا بلاطه، فانا هقول له ايه؟ موديفاي، وغير الاسم، خليه اس 300 عشان يبقى معروف ان ده السلاب اللي سمكها كام؟ 300. والاف سي يو بكام؟ او الخرسانه او الماتيريال اللي هي الاف سي يو بكام؟ اف سي يو ب 40. والسكنس بكام؟ ب 300. والسكنس الثاني بكام؟ سالني عن السكنس كم مره؟ مرتين بس، قال لي مره من برين والمره الثانيه ايه؟ بيندنج. فانا جاوبت نفس الاجابه، هنشوف ليه دلوقتي. السؤال اللي بعد كده بيقول ايه بقى؟ بيقول الطيب عنده كم نوع؟ شل وممبرين، ممبرين اتكررت مره تانية دلوقتي، يعني هي جايه مره مع السكنس وجايه مره مع الطيب، شل وممبرين وبليت، بس هو مختار مين؟ مختار الشل. وتحت عمل مربع وكتب قدامه ايه؟ فك. لو انا اخترت المربع ده يبقى الاختيار بتاعي نوعه ايه بقى؟ سك. طب لو ما اخترتش يبقى هو الوضع اللي هو الديفولت بتاعه اللي هو الثن اللي هو الرقيق. لو عاوز تغير لسك هتختار السك، ما غيرتش يبقى هو على الوضع الايه؟ السن. طيب السؤال بقى اللي تحت خالص بيقول لي ست ايه؟ موديفايرز. احنا في الغالب الاختيار الشل ده هيمشي معانا هنسيبه، بس هنشرح دلوقتي ايه معناه او الفرق بينه وبين شل وممبرين وبليت. ودايما هيسالني مرتين عن السكنس، وفي الغالب هيبقى الاجابتين زي بعض، بس هنقول امتى الاجابتين يختلفوا. اخر حاجه بيقول لي تحت ايه؟ ست ايه؟ موديفايرز. ست موديفايرز دي عباره عن ايه؟ عبارة عن بلاطة. الموديفايرز في البلاطة بكام؟ 25%، يبقى ربع. نص ده في الكاميرات في الإيجيبشن وربع، إنما البلاطات ثابتة في الحالتين وربع. ده قيمة الموديفاير. خلاص أوكي. في طبعا في سؤال بيقول use special one way load distribution، يعني ايه؟ يعني ممكن تبقى البلاطه 2 way بس هو يشغلها 1 way، بس انا مش هختار الاختيار ده الا اذا كان عندي حالات خاصه. مثلا زي لو انا عامل السلم بلاطه، لو انا عامل السلم ايه؟ نحاول نشرح كده الاختيار بتاع ال 1 way دوت. لو انا عندي سلم قلبتين مثلا كده، فالسلم متحمل هنا ومتحمل هنا، وان واي صح؟ وان واي، مش متحمل يمين ولا شمال. فتخيل ان انت جوه الايتابس عاوز تعمل السلم ده بلاطه افقيه، بلاطه مش عاوز تعمله درج ولا مستويات وكده، انت كل اللي يهمك ايه؟ ان الاحمال تتنقل. فممكن اعمل اريا، اعمل بلاطه تبقى اريا، بس اشغلها ايه بقى؟ 1 واي ولا 2 واي؟ 1 واي في انه اتجاه؟ فده السؤال اللي كان موجود، ان ممكن يبقى عندي بلاطه بس احط اختيار او شرط ان هي تشتغل 1 واي في اتجاه معين. خلاص انا مش محتاج ده دلوقتي. طيب تعال بقى نشوف لما كان بيسالني عن التايب. لما سالني عن التايب كتب لي ثلاث حاجات، شل وده اختياره، وممبرين فاضية، وبليت فاضية، وفي الآخر حط مربع، حط قبله ايه؟ سك. وقلنا لو اخترنا يبقى ايه؟ حولها من ثن لسك. ده معنى ايه ثن وسك؟ لو انا عندي بلاطة دي عبارة عن السلاب، فعلى حسب السكنس، على حسب السكنس، لو السكنس صغير
فممكن اعتبرها سن رقيقه. لو السكنس كبر زي ايه؟ زي الاساسات. ليه؟ لان انا قلت الاتابس مفيش فيه فوليوم، مفيش فيه ايه فوليوم، وبالتالي هيبقى عندي بلاطه السقف غير اللبشه. فلو بلاطه السقف 30 ممكن اللبشه تبقى متر، فهل الاثنين اعتبرهم زي بعض؟ ما ينفعش. لو اعتبرت بلاطه السقف رقيقه هعتبر اللبشه ايه؟ سميكه. فهاجي عند اللبشه عشان افرق بينهم اختار ايه؟ اختار سك. واضح؟ فعشان ما فيش فوليوم كان لازم يحط بقى الاختيار بتاع سك، لكن لو في فوليوم فكانت الحاجه الرقيقه هعملها سطح، والحاجه الضخمه هعملها ايه؟ هعملها حجم. لكن ما عنديش حجم، فالحل البديل ان الرقيق يبقى فن والسميك يبقى ايه؟ سك. طيب نشوف بقى ايه الفرق. لو انا عندي جسم كده واثرت عليه بقوه اكسيال، فالقوه ماشيه في المحور، وعندي جسم تاني نفس الجسم اثرت عليه بمومنت، يبقى ده بي اكسيال فورس وده مومنت، هيحصل ايه؟ هيحصل بيندنج. ديت هتعمل كده، هيحصل بيندنج، وبالتالي هيطلع عند ستريسز اف سي واف تي وبينهم نيوترال اكسس. ده لو انا شغال ايه؟ مومنت فقط، بيور مومنت، بيور مومنت. فلو عندي بيور مومنت يبقى المساله دي اسمها بيندنج، اسمها ايه؟ بيندنج. وبالتالي هيحصل ستريسز كومبريشن وتنشن وبينهم نيوترال اكسس. طب لو عندي اكسيال فورس، اكسيال لود، الاستريس هيطلع ايه؟ يحصل يبقى يونيفورم اف تي مثلا تنشن، ممكن يبقى كومبريشن على حسب الايه؟ على حسب الايه؟ الفورس. ده توزيع الاستريس يونيفورم، هنا توزيع الاستريس كومبريشن وتنشن. طيب لو عندي بقى حاله ثالثه، مجموع الاثنين اثرت باكسيال ومومنت، معلش ممكن نغير الفورس بس نخليها ايه؟ كومبريشن يعني. ده بالسالب اف سي، وجمعت الاثنين مع بعض، لو دي واحد ودي اثنين فقلت واحد زائد اثنين، واحد زائد اثنين يبقى هجمع الحالتين، يبقى عندي ستريس يونيفورم كومبريشن وليكن هنسميه اف سي واحد مثلا، وديت اف سي اثنين واف تي اثنين، فيبقى ده اف سي واحد. بس كده وخلاص ولا في حاجه ناقصه؟ زائد حاجه؟ ده الاستريس نتيجة القوة. في استريس نتيجة مين؟ المومنت، فهحط الاستريس نتيجة المومنت. يبقى اف سي 2 فوق كومبريشن واف تي 2 تحت. يساوي اجمع الاثنين. ايه اللي يحصل؟ لو جمعت الاثنين هيطلع الاستريس كده. صح؟ وممكن يطلع كده. وممكن يطلع شوية تنشن وشوية ايه؟ كومبريشن. طيب الحاله اللي هي فيها مومنت بس هنقول عليها ايه؟ بيندنج، وده صريح وواضح يعني. طب الحاله اللي فيها اكسيال لود بنقول عليها ممبرين. يعني ايه ممبرين؟ ممبرين يعني زي القماش اللي هي الاجسام الرقيقه جدا، زي القماش، زي الورقه، زي الورقه أو زي القماش. الورقة أو القماش ما يشيلش غير قوة وقع فين؟ في الجسم. القوة نفسها تبقى ماشية في الجسم الإيه؟ في جسم المنشأ.
ماشيه في الجسم. ولذلك فعلا القوه هنا ماشيه فين؟ ماشيه في المحور، ماشيه في الايه؟ في المحور. وبالتالي الديفورمد شيب زي ما هنشوف مش هيغير مكانه، لكن البندنج الوضع اختلف، تعمل مومنت فبيحصل انحناء. فبيحصل ايه؟ انحناء. طبعا انا لما بجمع الاثنين على بعض فبقول عليهم ايه؟ ميمبرين زائد بندنج. الكلام ده لو انا شغال مع ايه؟ مع بيمز وكده. طيب لو انا بقى بدات اشتغل مع بلاطات، مع بلاطات، فعندي احتمال ان دي تبقى البلاطه. لو انا اخذت القوه كده فالقوه دي تمشي في جسم الايه؟ في الجسم، وقع في مستوى المساله، المساله وقع في مستوى افقي والقوه وقع في نفس المستوى. ممكن يبقى at the same time عندي برضو قوه كده بس ايضا وقع فين؟ وقع في جسم المستوى. لكن لو انا جيت غيرت اتجاه القوه وخليت القوه كده عموديه على المساله زي البلاطه بتاعه السقف، فهنا القوه هنا هتعمل، بنقول على الفورسز، بنقول عليها ميمبرين فورسز، لان القوه ماشيه في الجسم. فبتعمل ايه؟ او بساعات بيقولوا عليها ايه على القوه ديت؟ اكستنشنال فورسز. فورسز بتعمل اكستنشن او كونتراكشن، يعني استطاله او انكماش. لكن المساله او شكل المساله او الديفورمد شيب بيفضل في مكانه، ما بيغيرش مكانه. يعني المساله افقيه، يعني الورقه دي افقيه، لو انت شدتها او ضغطتها هتظل في مكانها ان بلين في نفس المستوى. لكن هنا الوضع اختلف، هنا الفورسز في مستوى المساله، لكن هنا هقول اوت اوف بلين فورسز، اوت اوف بلين فورسز، القوه خارج مستوى المساله زي بلاطه السقف. سقف افقي والاحمال راسيه، ايه اللي بيحصل للسقف؟ بيظل في مكانه ولا بينحني وينزل لتحت؟ بينحني وينزل لتحت. فهنا هيحصل بيندنج، هنا هيحصل ايه؟ هيحصل بيندنج. فالمساله الاولانيه دي بقول عليها ميمبرين، بقول عليها ميمبرين، لكن المساله الثانيه اللي هيحصل فيها بيندنج بقول عليها بليت. ليه بقول عليها بليت؟ لان البلاطه بتاعت السقف عباره عن بليت. هو كان احسن ان انا اقول عليها ايه؟ يعني انا ممكن ارسم المساله باسلوب واضح شويه. لو انا تخيلت ان المساله دي عباره عن بلاطه كانتليفر، بلاطه كانتليفر فيكسد فري، ومره حملتها في مستواها ومره حملتها عمودي على المستوى، المساله دي هتبقى ميمبرين. ليه؟ القوه واقعه في مستوى المساله والديفورمد شيب هيظل في نفس المستوى بتاع المساله، انما المساله دي بقول عليها بيندنج لان القوه عموديه على المساله. والديفورمد شيب هيحصل بانك بتخرج خارج مستوى المساله، كان ده بليت. بليت حصل له ايه؟ بليت حصل له بيندنج، فبيقال على النوع ده من المساله بليت بيندنج، وللاختصار نقول عليه بليت. كان معروف ان البليت هيحصل له ايه؟ هيحصل له بيندنج. ليه؟ لان الاحمال عموديه على المستوى بتاعه، الاحمال عموديه على المستوى. لكن الممبرين بتبقى الاحمال ماشيه في جسم الايه؟ في جسم المساله، فبتعمل اكستنشن استطاله او انكماش، والمستوى يظل هو مستوى المساله. طيب لو انا بقى عندي الاثنين مع بعض، لو عندي مساله فيها الاثنين، فيها قوه واقعه في جسم المساله كده، وقوه ثانيه عموديه على المساله، اقول بقى ممبرين زائد ايه؟ زائد بليت، او ممبرين زائد بندنج. قال لك طيب ما احنا ممكن نسميه في الاخر ايه؟ نسميه شيل، نسميه شيل بدل. يبقى شيل معناه ايه؟ معناه بليت زائد ممبرين، او معناه ممبرين
زائد بندنج، او معناه عندي قوتين، واحده ماشيه في الجسم واحده ماشيه عموديه على الايه او خارج ايه او خارج مستوى الايه الجسم. ليه لان الشيلز اصلا لو عندك مثلا قبه كده، مثلا عندك قبه ممسوكه من هنا ومن هنا، القبه ديت ليه احنا عملنا المنشا بالشكل دوت؟ الهدف من ان المنشا ياخد الشكل ده ان القوه تمشي فين، تتنقل كده، يعني القوه تعمل تبقى كانها ممبرين فورسز وتمشي داخل الجسم على هيئه كومبريشن، فالخرسانه تشيلها مفيش مومنت، فالشكل ده عشان القوه تمشي داخل الجسم كممبرين فورسز فتعمل كومبريشن. لكن ايه اللي يمنع ان يبقى فيه رياح؟ ده اصلا شيل ستراكشر، فكرته ان الفورس تمشي في الجسم، لكن ايه يمنع ان يبقى فيه ويند؟ فاصبح عندي هنا كام نوع من القوه؟ اثنين، واحد ماشي في الجسم واحد عمودي على الايه او خارج مستوى الايه الجسم. فالشيل دايما بيجمع الايه، بيجمع الحالتين، الحاله اللي هي الممبرين والحاله اللي هي الايه، الحاله اللي هي البندنج. فانا بتخيل كان عندي في المساله ثلاث خانات، خانه اسمها ممبرين وخانه ثانيه اسمها ايه بندنج وخانه ثالثه مجموع الاثنين ممبرين زائد بندنج. فعلا انا عندي ثلاث انواع من المسائل. لو القوه في جسم المساله تبقى ممبرين، ده طبعا هنشيلها ونحط مكانها ايه بليت، ونشيل دي ونحط مكانها بليت، بس يبقى عارفين المعنى واحد، بليت بندنج، بليت هيحصل له بندنج. فانا عندي في المساله ثلاث خانات، خانه ممبرين، يبقى الخانه دي لا تصلح الا للمسائل اللي القوه واقعه فين، واقعه فين في جسم المساله. يبقى لو عندي مسألتين بالشكل دوت والأحمال كده، يبقى المسألة دي تنفع. طب لو عندي نفس المسألة بس غيرت اتجاه الحمل كده، يبقى المسألة دي ما تنفعش تشتغل هنا. ليه؟ دي بندنج وأنا عندي خانة ممبرين، فما فيش خانة للبندنج، فمش هينفع أحط الأحمال لأن ما فيش مكان يتحط فيه الحمل. المكان اللي اتحط فيه الحمل ده اللي هو الممبرين فقط، مفيش مكان للبندنج. طيب هرجع اخد نفس المساله، مساله اللي هي الاحمال واقعه في نفس المستوى، والمساله الاحمال عموديه على المستوى، مين في دول تمشي، مين في دول ينفع هنا، دي تنفع دي ما تنفعش. ليه؟ لان الخانه ديت حط فيها احمال عموديه او خارج مستوى المساله، مفيش خانه للاحمال اللي في مستوى المساله. طب المسألة الثالثة تنفع للاثنين، تنفع للايه؟ للاثنين. يبقى هنا ممكن يبقى عندي مسألة فيها حملين، ده كده أفقي وده كده رأسي، دي تنفع لأن في خانة للرأسي وخانة للأفقي، لكن المسألة ديت الثالثة ما تنفعش تتسمى بندنج ولا ينفع تتسمى ممبرين. المسألة الثالثة لازم تتسمى شيل، لازم المجموع. إذن البلات حالة خاصة من الشل، ده اللي هو إيه؟ ده اللي هو الشل يساوي الاثنين. يبقى الشل ده الحالة العامة، البلات حالة خاصة، والممبرين إيه؟ حالة خاصة. يبقى أي مسألة هتقابلني يمشي معاها الحالة الإيه؟ الحالة الإيه؟ العامة، صح؟ ولذلك الديفولت على مين؟ على شل، فيمشي مع أي إيه؟ مع أي مسألة. لكن لو انا تخيلت ان انا عندي مثلا مساله كده ديب بيم دي عباره عن كاميرا عميقه وعليها احمال كده، طيب انا قلت جوه الايتابس يا لاين يا اريا، يا لاين يا ايه يا اريا. طب الديب بيم دي امثلها بايه، بلاين ولا باريا؟ امثلها بلاين ولا باريا؟ باريا، صح. فانا هاجي ارسم كده جوه الايتابس سطح كده واحط سبورت هنا وسبورت هنا واحط الاحمال كده، وقال لي الطايب، بيسالني عن الطايب
ولقيت ثلاث اختيارات: شل وممبرين وبليت. ايه الاختيارات المناسبه للمساله دي؟ في طريق، في حاجة، في اختيارين يمشوا، انه اختيارات تمشي طبعا، وانا مغمض الاختيار شل ايه شغال مع كل المسائل صح. طب لو انا مش عاوز اشتغل شل، اشتغل ايه؟ ممبرين ولا بندنج؟ ممبرين. ليه؟ لان المساله وقع في مستوى راسي ولا افقي؟ راسي، والاحمال وقع فين؟ في نفس الايه، المستوى. يبقى المساله دي تنفع ايه؟ تنفع ممبرين، تنفع ممبرين وتنفع في نفس الوقت ايه، وتنفع في نفس الوقت شل. يبقى احنا كده عرفنا ان الاختيار شل يمشي لاي مساله، انما الاختيار ممبرين لو الاحمال وقع في مستوى المساله، والاختيار بليت يمشي بليت مع مين بقى في المساله اللي احنا بنحلها. المساله اللي احنا بنحلها الاختيار اللي هو بليت يمشي مع مين؟ نرجع تاني للمساله. شايف المساله دي؟ البلاطه ليها اختيارين، ايه هما؟ شيل وايه؟ وبليت ولا ممبرين؟ الاحمال، البلاطه افقيه ولا راسيه؟ افقيه، والاحمال عليها راسيه، يبقى تمشي ايه؟ تمشي بليت صح، تمشي بليت. لكن احنا ليه بنختارها شيل؟ لان في رياح وايه وزلازل، يبقى في عندي احمال افقيه وفي احمال ايه واحمال راسيه. طب لو انا رحت للايه، للشير وول، انا عندي الشير وول بتاخد الشكل دوت كده، ده نوع من انواع الشير وولز يعني، اللي هو البسيط يعني، اللي هو في البلان بيبقى مستطيل، دي بنقول عليها بلانر وول. ليه بلانر؟ لان هي في الراسي بلان، ملهاش 3 دي فيو، لا هي في الراسي بلان، يعني بتترسم في الراسي مستوى. طيب انا عندي الشير وول ديت اللي هي البلانر، لها محورين اكس ده واي، وده اكس، فمين فيهم سترونج؟ واي. يبقى لازم احملها على السترونج، فلازم الاحمال تيجي كده. يبقى لو انا برسم على الاليفيجن يبقى الاحمال كده، لو انا مشغلها كده بس في الوضع ده تمشي ايه بقى؟ شيل طبعا صح، وايه تاني؟ ممبرين ولا بليت؟ بليت. طب ممبرين؟ طب اللي يقول ممبرين يرفع ايده، اللي موافق على ممبرين يرفع ايده، الباقي بليت. لا ما شيل خلاص، مفيش فيه مشكله، شيل احنا متفقين ان اي حاجه تمشي شيل. لكن المساله ديت لو انا عاوز اخد اختيار تاني غير شيل، ممبرين صح. ليه ممبرين؟ لان المساله واقعه في مستوى، والاحمال واقعه في نفس مستوى المساله اللي هو مستوى الشاشه، والديفورمد شيب برضه هيظل واقع في نفس مستوى الايه، حتى بعد الديفورميشنز هيظل المستوى هو مستوى الشاشه. طب ليه باخدها شيل؟ ليه باخدها شيل ما اخدهاش ممبرين؟ لان ممكن يجي عليها لا مش نورمال، ما هو النورمال برضه قوه واقعه برضه في نفس مستوى المساله، يعني النورمال مش هيغيرها، انما ايه اللي هيغيرها؟ ان يبقى في عليها احمال في الاتجاه الثاني اللي هو العمودي، اللي هو الاتجاه ده اللي هو عمودي على الايه، على الشاشه. لان طبعا ممكن تبقى في البلان، ممكن يبقى الشير وول في البلان كده، لكن الاحمال جايه منين؟ جايه في اتجاه عمودي، فيقوم يحصل لها ايه بسبب الاحمال دي؟ يحصل لها بندنج، تقوم تخرج بره الايه، تقوم تخرج بره المستوى، تخرج بره الايه،
بره المستوى. طبعا خلاص احنا اخترنا الاختيار شيل، فنروح والست موديفايرز خلاص، فنقول ايه اوكي. باقي مين؟ باقي ايه؟ خلصنا كده من كل البلاطات. طب لو في بلاطات السكنس بتاعها مش ب30 اعمل ايه؟ لو عندي بلاطات السكنس بتاعها مش ب30 اعمل ايه؟ اعيد مره ايه؟ اقول اد نيو واعمل ايه؟ واحده. ندخل بقى على الوول فاقول موديفاي، هغير انا الاسم واخليه دبليو 300، لان ممكن يبقى عندي اكتر من وول باكتر من ايه؟ من سكنس. طب ليه بيطلب مني في البلاطه السكنس بس؟ ليه في الكاميرات والاعمده طلب بعدين؟ ليه في البلاطه بيطلب السكنس بس؟ لان انا راسم الاريا، فباقي مين؟ السكنس. ونفس الكلام مع مين؟ مع الحوائط، لان الحوائط هي اريا، لكن اريا ايه؟ فيرتيكال، ده الفرق بينها. طبعا الخرسانه بتاعتي كام؟ اف سي يو 40، وبعدين هغير السكنس ل 3/10، وغير السكنس ل 3/10، والاختيار يمشي ايه برضه هنا؟ يمشي ايه؟ شيل. فيك وسن بقى دي زي ما قلنا يمكن سك هتيجي شويه مع الاساسات، فهنسيبها لقدام شويه. لكن بس ملحوظه تكتبها ان الحاله الجنرال كيس هي السك، يعني الحاله العامه هي السك، لكن الحاله الخاصه مين؟ يعني السن حاله خاصه من السك، يعني هو تبسيط تبسيط، لكن يعني هيجي مجاله بعدين. ايه ماشي، نيجي بس ندخل الموديفايرز بتاعه الشير وولز. فيبقى احنا قلنا الشير وولز لو تفتكروا قلنا في الشير وول لو هي uncracked بناخد الموديفاير بكام؟ زي مين؟ زي الأعمدة. لكن لو الشير وول عليها مومنت عالي وشرخت قربت من المين؟ من الكاميرات، فناخد الموديفاير بتاعها بكام؟ 35. طيب ايه اللي عرفني؟ ايه اللي عرفني؟ اخد 7/10 هي شرخت ولا لا؟ انا بس هحلكم للاي سي اي كود شابتر 10 هتلاقي فيه تشيك. انا بعمل التشيك دوت، انا بعمل ايه؟ بعمل تشيك على اساسه اقول هي 7/10 ولا كام؟ ولا 35%. لكن انا هاخد يعني الاقل صعوبه اللي هو 7/10. طبعا ممكن احل المساله وبعد ما احلها اكتشف ان 7/10 مش مظبوطه، فابدا اعيد المساله تاني واغير 7/10 لكام؟ ليه؟ ل 35%. الستة الأولانيين كده. أنا خلصت ليه؟ أنا خلصت عملت ديفاين لكل أجزاء المسألة. أنا بس بسترجع إحنا وصلنا لفين؟ طبعا دخلنا الأعمدة وبعدين البلاطات والحوائط. الخطوة اللي بعد كده هننزل تحت شوية، في حاجة اسمها static load cases. static load cases طبعا في الإتابس الجديد بقى فيه load pattern و load case
ولود كومبينيشن. لكن في الايتابس القديم هتلاقي مفيش لود باترن. واحنا لما نروح للسيف هنشرح تاني ايه، احنا كنا اتكلمنا في الموضوع ده، بس لما نروح السيف هعيد برضو ايه النظر تاني في الموضوع ده. انا بقى لو رجعت للمساله الاصليه، ايه حالات الاحمال اللي عندي؟ عندي احمال فيرتيكال واحمال ايه هوريزونتال. الفيرتيكال اللي هو الديد والايه ديد واللايف، يبقى عندي ديد وعندي لايف. والهوريزونتال اللي هو الويند والايه والايرثكويك. الديد هنرمز ليه بحرف الدي، الويند اللايف بالال، الويند بالدبليو، الايرثكويك الكود المصري مسميه اس عشان الارث بريشر مسميه ايه، لكن في الكود الامريكي مسمي الايرثكويكس بالحرف الايه بحرف الاي يعني. فسيان بقى تبقى عارف بس ايه الحرف او الاختصار بيرمز لايه. ففي الكود المصري الزلازل بيرمز لها باس، لكن في الكود الامريكي يبقى حرف ايه اي. فخلينا مع ايه لان ايه اختصار ايه او اول حرف في ايرثكويك وكده. فانا عندي دلوقتي اربع حاجات. فهو اول حاجه الديد، هو دلوقتي واقف على الديد، فانا هطلع يعني انا على اللون الازرق الديد، فهطلع فوق واشيل بس كلمه ديد واكتب دي بدل كلمه ديد عشان تبقى سهله فيما بعد لما اجي اكتب واحد واربعه جنبها ديد، بدل ما اكتب الاربع حروف اكتب ايه حرف واحد وخلاص. فانا اشيل بس كلمه ديد واكتب مكانها دي. وطبعا ايه انا لازم اروح اعمل موديفاي، لما اغير حاجه اعمل ايه اعمل موديفاي. فنزلت تحت بقت ايه بقت دي، وارجع اقف على اللايف لا طلعت فوق اكتب حرف ال واروح اعمل ايه موديفاي. بس هو مجرد ده نيم، ده نيم. لكن التايب مكتوب بقى ايه في الخانه الثانيه. يعني انت لو وقفت على الديد وفتحت تلاقي عندك بقى ايه في ديد وفي سوبر ديد. يعني الاحمال هو التايب موجود عنده انا اللي بختار. يعني انا بكتب الاسم واختار التايب من عنده، انا ما بحطش التايب. فتلاقي في ديد وفي سوبر ديد وفي لايف وفي كويك وفي ويند وفي سنو. يعني دي الانواع اللي عنده كده. طبعا في اذر بقى لو عندي ايه حاجه مش موجوده اختار كلمه اذر. يعني لو عندي تمبريتشر مثلا ومفيش في الاحمال دي تمبريتشر فاختار كلمه ايه اذر واحط بقى حرف التي يعبر عن الايه عن التمبريتشر وكده يعني. فطبعا مع الديد هو اختار ايه مع حرف الدي اخترت ديد، ومع حرف ال اخترت ايه اخترت لايف. لكن جوه في حاجه اسمها سوبر ديد. سوبر ديد اللي هو ايه؟ لو انا عندي البلاطه اللي هو السيلف ويت ده ديد، لكن الفينش اللي هو فوق البلاطه ده هسميه سوبر ديد. سوبر ديد يعني ايه سوبر ديد؟ انت عارف كلمه سوبر يعني حاجه ايه، في صب يعني تحت وسوبر يعني ايه كانه ديد فوق الديد، حاجه فوقه يعني اعلاه يعني. فانا ممكن افصل الفينش عن السيلف ويت وممكن ادخلهم الاثنين ايه مع بعض. فلو فصلت اسميه سوبر ديد، هكتب دي واحد مثلا او اكتب اس دي واختار قبلها سوبر ايه سوبر ديد. لكن انا خلاص اكتفيت بايه بان كل الديد جمع مع بعضيه تحت اسم ايه تحت اسم ديد. طيب جه بقى في الخانه الثالثه وقال ايه، قال في الخانه الثالثه سيلف ويت ملتي بلاير. يعني ايه هو الديد ده؟ هيبقى عباره عن ايه؟ حاجتين. يعني الديد عباره عن حاجتين. انا بقول الديد لود بيساوي السيلف ويت زائد الفينش. طبعا الفينش ده بيبقى جيفن اللي هو 1.5 ايه كيلو نيوتن على المتر. لكن مين اللي يحسب السيلف ويت؟ ممكن البرنامج يحسب الايه السيلف ويت. فهو بيسالني بيقول لي ايه السيلف ويت ملتي بلاير. لما اكتب واحد يعني معناها 100%، معناها ايه 100%. يعني معناها كل السيلف ويت
هيدخل مع حالة الديد ولا اللايف حسب ما هو مكتوب قدامك. يبقى البرنامج هيحسب السيلف ويت وياخده كله مع الديد. طب مع اللايف حط المالتي بلاير بكام؟ بصفر. يبقى معناها الواضح من الكلام ان كل السيلف ويت هيتحسب ويدخل مع الديد عن طريق البرنامج. ده معنى الواحد دي. طب لو انا شلت الواحد دي وحطيتها بصفر يبقى البرنامج مش هيحسب ايه؟ سيلف ويت. طب انا اعمل ايه بقى؟ احسب انا السيلف ويت واجمعه على الفينش وادخلهم الاثنين مع ايه؟ رقم واحد. لكن اسهل لي ان هو يحسب الايه؟ يحسب السيلف ويت. طبعا كان المفروض ازود كمان حالتين تحميل. كان المفروض ازود ايه؟ حالتين تحميل اللي هم مين؟ اللي هم الويند والارث كويك في نفس المكان هنا. لكن طبعا عشان احنا لسه في البدايه فانا هحل المساله للاخر مع الديد واللايف بس، ولما نخلص نرجع نضيف الايه؟ الويند والزلازل عشان ما نتوهش ما نتوهش وكده. كده انا هكتفي بكده، والمره اللي جايه ان شاء الله نكمل ان شاء الله.